النهاردة أنا جايب لكم فيديو عن إزاي تفعل برنامج زاو المعروف الصيني تركيب الوجوه على أي فيلم أنت عايزه. أولا نفتح البرنامج، نحدد الواجهة تبع التعليمات، نعلم صح، هيطلب مننا رقم، نخش على الموقع ده. هحطلكم في الرابط في الديسكريبشن، افتح معانا الصفحة دي من أولها، ننزل لآخرها خالص، نجيب المزيد من الأرقام وليكن هنختار قبل كلمة حاليا دي في على الإنترنت أخضر أهي، هنختار الأخضر بس على الإنترنت. مثلا وليكن هنختار اللي قبل الأخير، الأول سوري، هنجيب زمان من آخر القايمة من أول خالص، نزيد من الرقم، وبعدها نجيب مثلا اللي قبل الأخير، مثلا نعمل له نسخ، نخش على البرنامج نعمل لصق، بعدها نطلب كود التفعيل، ننتظر مثلا ننتظر 15 ثانية على الأقل، ندخل على الموقع ونجيب الرقم اللي احنا عملنا عليه تفعيل، ونجيب قراءة رسالة نصية، نعمل تحديث، هنجيب لنا الصفحة تاني، نجيب هو آخره 153 أهو، لسه موصلتش رسالة. مكانش كده بنغير الرقم، نخش نجيب أي رقم غيره في نفس الصفحة برضه، مثلا وليكن أول واحد، بعدها نطلب كود التفعيل، بعدها نروح على قراءة الرسالة النصية. جبنا الكود، ندخل ننسخه، ننزل على البرنامج، نحط الكود بس، وبعد كده نأكد هيفتح معنا البرنامج 100 100. تمام كده، يبقى انتهينا من التفعيل، وبقى الخطوات بقى سهلة وجميلة. مثلا افتح أي فيديو تحط عليه صورتك طبيعي كأنك في الفيديو انت اللي بتمثل. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الدعم والاشتراك.